ارتفاع سعر الصرف دولار اثر عليك؟ والله اثر على السوق كليته، والله شغل ماكو، هاي تقريبا 20 يوم ماكو شغل نهائيا. مواد غاليه، بطل سياره 3000 4000 دينار. والله اثر على السوق عامه يعني عام. قد صار لك ما طلع الشغل؟ والله تقريبا اسبوع هيك. الشتاء والشتاء همين اجانا، وسبحان الله رحمنا الله بالشتاء. اي بس المسؤول ما دا يرحم. المسؤول والله ناشد المسؤولين شويه يراعون هالشعب هذا، يعني مصعد الدولار يعني مو اثر علينا، هجم بيوت العالم يعني لا شغل اكو، العالم ما قاعد تشتغل، العالم وقعت بمجاعه، دحق هذول العمال هنا كلهم واقفين يدورون واحد يجي عليهم يطلعهم على الشغل، ماكو والشغل واقف. يعني هاي صار لنا اربع ايام مو طالع على الشغل، هاي العالم كلها انسحق انسحق، بس يريدون مسؤول يدحق عليهم، يدحق على يعني الدولار صعد فرد مره. يوميات اليوميات يوم تشتغل 10 ايام قاعد، يعني هذا مصدر ماكو يوميات اكثر شيء 15 10000 دينار على مود الدولار صعد. نزل الدولار ما صعد كله وقعت براس الفقير. والله دجاير ومعسلات. اثر عليك ارتفاع السعر؟ طبعا استاذ اثر، والله اثر بشكل يعني ما شيء ما تصوره. شو اثر؟ ما كنا نتوقع الدولار يصل بانه هذا المبلغ هيك 68 69، والحاله المعيشيه صعبه يعني حيل صعبه، واليد العامله يعني العمال ضحك عليها هنا بسوق النبي، مطر شتاء دولار صاعد اشتغل. دولار كان 148 كان الفقر يعني ما يتيق، هسه 168. زين تعال انت هسه ابسط شيء مثلا حاجه تشتريها من ابو جمله، اذا طبعا يزيد عليك. زين انت من تجي مشتري ما تقدر تشتريها، يعني هاي هم تاثر على السوق وتاثر على المواطن على الفقير اكثر شيء. هم تاثر. شلون تاثر على الفقير قول لي؟ تاثر كل يعني شو انت يعني ابسط شيء الباحه جبن كان بربع دينار يقول لي ب 500 دينار ب 750 تاخذ اثنين ب 1000 وربع يقول لي ب 1000 دينار واحد. انا يجوز اطيق اشتري بس غيري ما تقدر تشتري. ما من هذا جبن صغير عادي. اي صغير. زين طبقه البيض ب 7000 دينار. الفقير ما يطيق ياكل. شنو شو تبيع؟ هاني كهربائيات مقابلك. ارتفاع؟ كله ارتفاع. ويجي المشتري يقول له بهالقد، يقول ليش صعد؟ قلت له ما بيدي يعني صعد. كله على الدولار، يضربه على الدولار.